بياخد مقاسات وسطها بعد 3 شهور من رحيل امها، لابسه توب كاشف لبطنها وبتجهز لمناسبه جديده عندها. اخوها فركش جوزتها وقررت تخرج من خزان الاحزان وتعيش لنفسها. 5 اسرار جريئه في حياه ناهد السباعي ما حدش يعرف عنها. يا ترى ايه كواليس ظهورها مع مصمم ازياء معروف؟ وايه قصه اخوها اللي فركش جوزتها باشاره؟ وايه حكايه ظهورها بالسيجاره ودخولها عالم الرسم بعد رحيل امها؟ وازاي قررت تعيش لنفسها بعد ما قطر العمر لف بيها وهي لسه بنت 36 سنة؟ مغامرات ناهد السباعي كتيرة، وجوه الفيديو ده هتعرفوا أسرار لأول مرة تظهر للعلن. الرحلة بالنسبة ليها وصلت لنهايتها والذكريات ما تتنسيش، وأمها مش راجعة تاني الحياة، فقررت تصالح نفسها. قضت عيد الحب بعيد عنها بعد ما كانوا بيهادوا بعض في يوم زي ده بأغلى الهدايا اللي ما تخطرش على بال حد. وبما إنها خلاص عايشة من غير نصها التاني، خدت بعضها وطلعت على شغلها تكمل فيه حياتها، يمكن الشغف يرجع لها. وعلشان ناهد السباعي قررت تعيش حياتها وشغلها، ظهرت في فيديو مع مصمم الأزياء إسلام سعد، وكان لابسة بنطلون وتوب كاشف لبطنها، وكان بياخد مقاساتها، وواضح انها تعمل فستان جديد تحضر بيه مناسبة او بيعمل لها اوتفيت جديد، وشكلها كده عندها مناسبة مهمة. وبما اننا في رمضان وفي برامج جاية واستضافات لنجوم، جايز يكون عندها لقاء تلفزيوني مهم وبتجهز ليه من دلوقتي، ولا ايه اللي يخليها تظهر بالشكل ده دلوقتي وهي عايشة في حالة نفسية صعبة من بعد رحيل والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي. وفي بقى اللي اتكلم عن المأساة دي وقال شكلها هتعيش مغامرة جديدة في حياتها وهتفاجئنا بقصة حب اللي كانت على البال ولا على الخاطر. بس استنوا اسمعوا كمان حكاية اخوها اللي فركش لها الجوازة. ناهد السباعي كان زمانها متجوزة دلوقتي وعايشة مع جوزها في تبات ونبات ومخلفين صبيان وبنات لو كان ربنا رايد، علشان وقتها اخوها اتدخل وفركش الجوازة رغم انه مش مع الاحياء ولا حاجة، وده علشان ادها اشارة ربانية ان الجوازة دي مش حلوة علشانها. وقتها صورة برواز وقعت على الارض وهي عندها اعتقاد انها بتكلم اللي بيرحلوا عننا رغم انهم في عالم تاني، وخدت وقتها بالاشارة وفركشت. الست شهور اللي فاتوا ناهد السباعي عاشت في نقطة سودة معرفتش تخرج منها، وعلشان هي ملتزمه بعقد وتصوير قررت تركن احزانها على جنب وتشتغل علشان فلوس الناس ما تقعش على الارض. ونقطه سودا ده يبقى اسم مسلسلها اللي خلصت تصويره اليومين اللي فاتت وظهرت في كواليسه وهي ماسكه سيجاره وبترسم قدام لوحه. والغريبه ان وسط النقطه السودا دي وكل نجوم المسلسل بما فيهم ناهد السباعي كانوا لابسين ابيض فابيض.